بجانب الغرض عن الحلقه الاراضي والمياه الزراعيه اللي انا سمعته انا ماليش في الموضوع ده يعني. المشكله في السفارات الخارجيه يا ريت فريق الاعداد لو يسمعني ينظم حلقه عن السفارات الخارجيه بالنسبه للمصريين المغتربين في جميع انحاء العالم، مش بس ايطاليا او اوروبا، في اي بلد، حتى امريكا، حتى هولندا، حتى كندا. انا حصلت مشكله في المقاطعه اللي انا فيها، اي فندم، يعني حتى جنب بيزا، انا مغترب بقالي 25 سنه فلسه معايا الباسبور الاخضر. نعم. فقالوا اللي عاوز شقه بالنسبه للاجانب لازم يكون عنوانه في المدينه اقل 10 سنين ويجيب شهاده من بلده من الشؤون الاجتماعيه في بلده او الحاله الاجتماعيه انه لا يمتلك شيئا. طيب دخلت في قصه طبعا مع السفاره، في السفاره في روما او السفاره في ميلانو، فبسأل الناس في الطابور لاني انا مش الموضوع مش محتاج مكالمه، ده محتاج يوم. المهم فبسأل الناس في الطابور ايه الحكايه، ايه نعمل، ايه الورق، ايه في مقاطعات بيطلبوا في مقاطعات ما بيطلبوش. نعم. يعني في حسب يعني ايطاليا يعني ايه، مش عايز اقول كلمه مافيا اورجانيزاتا، يعني ايه مافيا مترتبه مع بعضها حسب المحافظ اللي بيحكم. ممكن يطلب شهاده من الاجنبي المقيم وفي ما يطلبش من الشهاده الاجنبي الغير مقيم. يعني السياسات مختلفه في النقطه دي او في الورقه دي. دي حاجات داخليات، سياسه داخليه في البلد. تمام. فمع التكنولوجيا الحديثه السفاره بتقول في حاجات نقدر نعملها وفي حاجات ما نقدرش نعملها. أي طيب يا سفاره، انتوا جهاز صغير ترجمه من جوجل، ترانسليشن جوجل، وتستنبيها مكنه طباعه وتديها للمترجم يترجمها ويختمها عندك الخدمه. ما تقوليليش انزل مصر ب 700 يورو وترجمه ومكتب ترجمه وتفسح وحدد ميعاد وما جمع فصل الدور الرابع وتفسح واطلع وانزل اصرف 1000 يورو عشان اجيب شهاده مترجمه ان انا مغترب في الخارج وليس لدي ما املك اي شيء في مصر. فدي سؤالي للاجانب اللي هنا طبعا بحكم العمر ال 25 عام في ايطاليا بتكلم ايطالي. فبتكلم مع الناس اللي حوالينا اجانب، باكستاني، مغربي، تونسي، انا الحاجات في السفاره هنا بتخلص. فانا بقى عشان ما اظلمش السفارات هنا فبسال الناس في الطابور، فاللي بالي انا جاي اعمل ترجمه، جاي عيد مولود، جاي اترجم جواز سفر، فبسال المده قد ايه، بسال الحكايه قد ايه، ما يقرب من شهر، اللي بالي رايح جاي بالي 20 يوم. وبعدين القطوره غاليه، يعني مثلا في السكن بعيد عن السفاره 200 كيلو، اللي سكن بعيد عن السفاره 400 كيلو، هم اثنين، واحده في روما وواحده في ميلانو. طيب تكتب ايميل، الايميل ما يردش، تتصل بعد فاكس يقطع 4 يورو من الاتصال. هو تيت وبعدين تيت يسمعك موسيقى اوب قطع ال 4 يورو، ما علينا. طيب انا كمواطن مغترب ممكن فريق الاعداد يعمل حلقه يقول لي لا يا علي انت كذاب، ده في ناس كتير بتشكر في السفارات في هولندا، في امريكا، في كندا، في بلجيكا، في فرنسا، انت كذاب. وسؤال تاني للسفارات، ليه ما تساعدوش الناس اللي بره؟ ادام انزل واروح واجي ومصر واتفسح ولا وقت على تذاكر طيران والف لفه دي كلها واجيب محامي مترجم وغربتي كده تضيع عوض في الشهر ده كله واصرف لي 1500 يورو ما يعادل باليورو على 30000 جنيه. يعني انا فهمت من تصريحك استاذ علي، طبعا احنا تحت امرك وفعلا موضوع مهم جدا جدا ان احنا نتحدث عن المصريين في الخارج ومدى التعاون الخاص ب من وزاره الهجره ليهم او من السفارات المختلفه والقنصليات المصريه في البلاد اللي هم مغتربين بيها. مهم مهم مهم، يعني يا ريت الاعداد دي خصص لنا حلقه لده، واكيد هتكون طبعا بعد العيد ان شاء الله، لان احنا كمان او ممكن غدا يعني لو الاعداد تمكن من ده. لكن هي الفكره فندم اللي انا هسال حضرتك عليها، هل انت تشعر ان التعمد ده او التعنت متعمد، شيء متعمد، ولا فعلا بما ان حضرتك يعني بقالك سنوات عديده خارج البلاد فممكن الاشياء دي تاخد الوقت ده فعلا، ولا هي الفكره ان لا ده في تعنت او في اهمال او في تهميش للي مسافر بره ولما نحتاجه بس ان هو يرسل اموال فده هيكون مهم بالنسبه لنا، وفي اشياء تخصه او خدمات هو بيطلبها طبعا بتكون اخر اهتمامات السفارات. انا لا اجزم بده، انا بسال حضرتك فقط، هل شعرت ان هذا التعنت متعمد لشخصك او متعمد للمغتربين في الولايه اللي انت فيها فندم؟ لا لشخصي لا، انا ما عنديش مشاكل مع حد ولا مع السفاره ولا بخش معاهم، لان
ما عنديش مكان ليا في دماغهم اثنين. انا الاخر حاجه كنت ببعت لها الوالده وماتت من سنتين، فما عادش في فلوس بتروح مصر انا كشخص هنا بس، وانا عايش هنا بس. ثالث حاجه ما اعتقدش ان انا اقدر اظلمهم، لاني سالت ناس في الطابور ايه اللي جايين تعملوا، ناس مصريين مغتربين، لاني انا عشان اركب من هنا عايز 250 كيلو رايح و250 كيلو جاي. فانا سالت الناس في الطابور مصريين جاي مغتربين، ايه الحكايه؟ طب اللي جاي يعمل ورق ليه؟ جاي يعمل تدعى ايه ليه؟ اللي بيجيب زوجته من مصر بيخلص لها ورق، الكلام ده كله. لان في حاله حصول على جنسيه اخرى بتتنازل عن الجنسيه المصريه وتعيش بره، لكن اصولك مصريه ولغتك مصريه، ده كلام سكه ثانيه خالص. ما علينا. فانا قلت عشان ما اظلمهمش اسال في الطابور ايه الوضع؟ اللي جاي يجدد باسبور، اللي باسبوره ضايع، اللي جاي عامل مثلا لجوء يجدد حاجه ثانيه، ما علينا. فقالوا برضه نفس على الاقل يعني اللي بقى له شهر، اللي بقى له 20 يوم رايح جاي عليهم. يعني شعرت ان الغالبيه في نفس الدوامه رغم اختلاف الطلب او اختلاف سنوات الغربه. ده هيخلينا فعلا نحتاج استاذ علي، واشكرك ان انت يعني محايد جدا رغم ان انت واقع في مشكله.